بلدية الأخوة للسيد المسعود أحمد أمير قسمة أبناء المجاهدين لبلدية مسعد تعزية رجال عاهد الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لبالغ الحزن والأسد العميق والتعطف تلقينا نبأ وفاة المرحومة أم المسعود أحمد العائلة الطيبة المخلصة للوطن تقمد الله برحمته الواسعة وغفر لها ودخلها فسيح جنات إنه هو الجواد الكريم. وأنا أشكركم ما أشارككم ما أصابكم من ألم وأسى فإنني ألمس حرقة القلوب بهذا الغياب الأليم غير أن المؤمن بقضاء الله وقدره لا يرث أن يعود إلى نفسه متذكرا بالصبر والثبات ما وعد به رب العزة وعباد الصابرين فيعتز برحمته تعالى وعفوه. على إثر هذا المصاب الجلاء تقدم بخالص التعازي والدعاء له بأن يتغمدها برحمته ويرزقه من الصبر والثبات الأجر وأن يجعلها في أعلى الدرجات الجنة في الفردوس الأعلى. وصالح المؤمنين راضيين مرضيين لا يخافون دركا ولا يخشون شقا. وصدق الله العظيم حين قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. من طرف الأمين الولائي لكبار معطوبي حرب جبهة التحرير بالنيابة عضو المجلس الوطني للمجاهدين بالعاصمة ومسؤول الناحية المجاهدين بالأقواب قال لهم الحاج محمد.